زي ما تعودنا كل حلقة لازم الأول نعرف فكرة العمل بتاعة الديفايسز اللي معايا النهاردة. واحنا النهاردة هيكون معانا زي ما قلنا قطعتين لازم نشرحهم، السيفن سيجمنت ديسبلاي والشيفت ريزيستر 74HC595. معلش اعذروني، النهاردة هتكون الحلقة فيها شوية شرح نظري كتير لأن التوصيلات بتاعة الجزء ده معقدة شوية وفي ناس بتلخبط فيها كتير، فلازم نعرف الخلفية التوصيلات بتاعتها عشان الموضوع يبقى سهل عليك في الكودينج وفي التوصيل كمان. فدلوقتي هنبتدي شرح بال 7 ديسبلاي سيجمنت، وسموها 7 سيجمنت لأن هي عبارة عن 7 ليدات مع بعض. لو احنا جينا بصينا على الشكل بتاعها هنعتبر ان دي ليد، ادي 1 2 3 4 5 6 7، فمن هنا جت رقم 7 ان هي عبارة عن 7 ليدات متصلين مع بعض. وفكرة عملها ان بالظبط زي فكرة عمل الليد، اللي انت بتبعت سيجنال للليد معينة بشكل معين بتبتدي الليد دي تنور. بمعنى لو انا مثلا عاوز اكتب رقم 0، لو انا عاوز اكتب رقم 0 هبتدي ابعت اشارة لكل الليدات الخارجية واطفي الليد اللي في النص، وبالتالي هيبان لي في السكرين نمبر 0. تمام، والتيبل اللي تحت ده بيوضح لك طريقة السيجنال بالظبط. هو طبعا هنا قسموا السيفن سيجمنت لأرقام معينة، الأرقام دي ثابتة في كل السكرينز. اعتبروا ان اول ليد فوق دي رقمها ايه، والليد التانية بي سي دي اي اف، واللي في النص جي. تمام، وده الترتيب بتاعه ثابت في كل السكرينز. تمام، فالتيبل اللي تحت ده بيقول لك والله لو انت عاوز مثلا تكتب رقم 2، عشان تكتب رقم 2 يبقى انت لازم تبعت سيجنال للليد رقم A ودي، وتبعت سيجنال للليد رقم D وE، وسيجنال للليد رقم G اللي هي في النص. فبالتالي لو انت دول بس هما اللي نوروا هيديك رقم هيدوك رقم 2. تمام، وزي ما اتفقنا لو انت عاوز تكتب 1 فانت هتبعت سيجنال بس للبي وللسي، الاثنين دول بس هما اللي هينوروا والباقي مش هينور، ما تبعتلهمش سيجنال، فبالتالي هتشوف رقم 1 وهكذا. فهو الموضوع كله فكرتها بسيطة جدا بس في نفس الوقت معقدة في التركيب والتوصيل. فأنا عاوزك الأول تستوعب الموضوع إنه عبارة عن 7 ليدات عادية خالص بتبعت سيجنال لكل ليد بشكل معين وبالتالي بيطلع لك الرقم. طب هنا برضو هنا التيبل اللي جنبه بيقول لك لو انت عاوز تكتب بعض الاحرف اللي احنا دايما بنشوفها في الاجهزة الكهربائية، والله لو انت عاوز تكتب R، عاوز تكتب C، عاوز تكتب E، عاوز تكتب F، برضو بتبعت سيجنال بالترتيب ده وبالتالي هيظهر لك الشكل اللي انت عاوزه. طيب ايه حكاية الشيفت ريجستر في الموضوع؟ الشيفت ريجستر ده عبارة عن جهاز تقدر تستخدمه او ديفايس شريحة بتقدر تخليك توصل عدد كونكشن كتير جدا على نفس شريحة الاردوينو. ازاي الكلام ده؟ تعال احنا هنشوف. احنا هنا قلنا عندك نوعين هنشرح الاثنين. لو انا هستخدم شريحة الشيفت ريجستر، لو انا هوصل من غير شريحة الشيفت ريجستر. هنا طبعا لما تيجي توصل السبع سيجمنت مع بعض يبقى انت بتتكلم على ان في 7 واير لازم يتوصلوا في الاردوينو زي ما احنا شايفين، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، وبتوصل طرف بالجراوند. طيب لو انت عاوز تركب لوحتين من دول انت اوريدي خلاص استهلكت كل البنات اللي عندك في لوحة الاردوينو، انت بقالكش غير هنا عندك بس حوالي 4 بن، يعني مش هتقدر تعمل اي مشروع تاني على نفس اللوحة. طيب فمن هنا جابوا فكرة الشيفت ريجستر. الشيفت ريجستر ده عبارة عن شريحة بتعمل اكستند او بتزود لك المداخل بتاعة الاردوينو. تعال بصوا لاحظوا هنا هتلاقوا ان الاردوينو هنا متوصل بس بتلاتة سيجنال، بتلات وايرات بس. هنا على الرغم ان هنا كان موصلين 7 لكن هنا وصلنا بس 3 في الديجيتال بين. طب جت منين الفكرة دي؟ جت ان هو هنا استخدموا الشيفت ريجستر ان هو اللي هيكون الوسيط ما بينك وما بين الاردوينو، فكل الوايرز اللي طالعة من
السيفن سيجمنت ديسبلاي هتتوصل الاول في الشيفت ريجستر، وبعد كده الشيفت ريجستر هو الوحيد اللي هيديك سيجنال، او هو اللي هيكون متحكم في اللي يخرج السيجنال للاردوينو من خلال ثلاث وايرات دول اللي احنا بنسميهم كلوك بن وداتا بن ولاتش بن. فدي فكرته، فكرته بسيطة جدا ولكن في نفس الوقت فكرته جميلة جدا، لان انت دلوقتي انت استهلكت عندك 3 والباقي البنات لسه عندك فاضية. معنى زي كده انا ممكن احط كمان 2 ديسبلاي من السيفن سيجمنت او 3. ليه؟ لان انا لو كل سيجمنت بتستخدم 3 يبقى انا هنا ممكن احط هنا كمان واحدة، هنا كمان التالتة، وممكن كمان استخدمها في الرابعة. يعني ممكن استخدم 4 ديسبلاي على نفس لوحة الاردوينو، على الرغم اللي هنا ما اقدرش استخدم غير لوحة واحدة. دي فكرتها بشكل بسيط. طيب هنشرح هنا ايه تاني. انا النهاردة هبتدي اوصل التوصيلة بتاعتي باستخدام الشيفت ريجستر. طيب الشيفت ريجستر لما انت بتيجي بتركبه على روحة الاردوينو برضو هو نفسه ليه طريقتين للتوصيل. في طريقة اسمها الكومون انود، وفي طريقة اسمها الكومون كاسود. تمام. طيب ايه بقى اللخبطة دي وليه الدنيا بقت صعبة معانا قوي؟ هي طريقته بسيطة جدا برضو هنشرحها ببساطة. انت برضو تخيل انا لو كان عندي ليد واحدة، يعني انا عندي ليد واحدة، لو احنا اتكلمنا على الكاسوديك ميثود، انت عندك ليد واحدة، كان التيار في الليد لما انت بتيجي توصل ليد بيعمل ايه؟ التيار بيطلع منين؟ كنا احنا التيار بيطلع من الديجيتال بن. تمام. بيطلع من الديجيتال بن يخش على المقاومة 330 اوم، ومنه بيتوصل بالليد، وبعد كده بتوصل الطرف الاخير بالجراوند. مظبوط. يبقى هنا عندك التيار، ودي فعلا اللي هي الكومون كاسود ميثود، ان التيار ماشي من الديجيتال بن رايح على الشيفت ريجستر، من الشيفت ريجستر داخل على المقاومة، بعد كده بيخش على الليد، وبعد كده بتوصل بالجراوند. لو بصينا هنا ده طرف الجراوند، هما الاثنين متوصلين بالجراوند. تمام. يبقى هنا التيار ماشي من الاردوينو رايح على الشيفت ريجستر على المقاومة، بعد كده الليد، بعد كده الجراوند. طب الانود كونكشن العكس. الانود كونكشن التيار بيمشي من الجراوند، لو تلاحظوا هنا اخد، هو التيار ماشي من الطرف الموجب اهو، بيخش يعدي على الليدات، ومن الليدات بيطلع على الشيفت ريجستر، بعد كده الشيفت ريجستر هو اللي بيتحكم في السيجنال اللي هي هتروح للاردوينو ولا لا. يبقى هنا التيار العكس ماشي عكس الطريقه اللي احنا عارفينها. طيب انهي طريقه احسن بتستخدمها في التوصيل؟ انا دايما بفضل طريقه الكومون انود. ليه؟ لان هنا لو تلاحظوا عدد هنا المقاومات 330 اوم قليلة، هنا لكل ليد هستخدم مقاومة 1 2 3 4 5 6 7، لكن انا هنا في الكومون انود عندي هنا بستخدم مقاومة واحدة بس اللي هي قبل ما تخش على الليدات. تمام. فانا دايما بفضل استخدم الكومون انود في التوصيل، وده اللي انا هشتغله النهاردة، وده اللي انا هكتب البرنامج عليه. ولكن برضو هتلاقوا في الديسكريبشن سايب لكم التلات فايلات فيهم 3 كود لكل طريقة، لو انت هتستخدم الكومون انود، ولو انت هتستخدم الكومون كاسود، ولو انت هتوصل دايركت على طول من غير الشيفت ريجستر في الدايرة. يلا بينا نروح نشوف طريقة التركيب والبرمجة.
انا هنا فتحت الثلاث اكواد اللي اتفقنا عليهم. انا هنا ده الكود لو انت هتستخدم الشيفت ريجستر من غير بوتنشيوميتر، هيبقى اوتوماتيك 7 سيجمنت، يعني ال 7 سيجمنت هتشتغل عد من 0 لغايه 9، وبعد ما تخلص هتخش تخلص اللوب بتاعها هترجع تعيد من الاول تاني. تمام. انا هنا مجرد زي ما قلت لكم هيعمل هنا، هيخش يكتب رقم 0، هيخلي ديجيتال رايت للسيجمنت اللي احنا اتفقنا عليها بالترتيب المعين اللي احنا قلنا عليه. بعد كده هيعمل ديلي ثانيه، بعد كده هيخش على الديجيتال رايت اللي هي خاصه برقم 1، وبعد كده 2 و3. تمام بالشكل ده. وبعد ما يخلص هيرجع تاني، بعد ما يخلص لغايه رقم 9 هيبتدي يخش مره تانية يعيد اللوب من اول وجديد تاني. فانت لو عاوز تعمل ال 7 سيجمنت اوتوماتيك فانت تاخد الكود ده زي ما هو وتطبق بنفس الوايرنج اللي انا سايب لكم في الشرح بتاعه. لو انت حابب تعمل ال 7 سيجمنت بطريقه الانود كومن انود ميثود، تمام، ومعاه بوتنشيوميتر بحيث انت تتحكم في القيمه من خلال البوتنشيوميتر، برضو هنا انا ضفت زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت، ضفت هنا البوتنشيوميتر فاليو وحطيت السيريال برضو بحيث انت لما تيجي تشغل البرنامج تقدر تقرا القيمه اللي طالعه من البوتنشيوميتر. وهنا البوتنشيوميتر ربطتها مع داله اف، بعد كده قلت والله لو قيمه البوتنشيوميتر مثلا من 0 لغايه 100 خلي لي الرقم ده، اكتب لي رقم 0، ولو قيمة البوتنشيوميتر مثلا من 200 لغاية مثلا 203 مثلا، او من 100 لغاية 200، انا قسمت طبعا القيمة من اللي هي 1023 قسمتها على 9 وحطيت الكونديشن اف بتاعتي بحيث هو يكتب لي الرقم مثلا 1 لو قيمة البوتنشيوميتر ما بين الرقمين دول، وهكذا لغاية رقم 9. وهنا برضو سايب لكم الكود الاخير اللي هو بالكاثود ميثود، كومن كاثود ميثود. تمام. هنا برضو انا كتبته بشكل مختلف شوية، في طريقة تانية بتكتبوا بيها اللي انتم ممكن تعرفوا. احنا قلنا هنا 00111 دي معناها مثلا هيكتب رقم 0. تمام. يعني هنا هيبعت سيجنال هاي لكل الديجيتال ما عدا اول واحدة هتبقى 0 مثلا. هنا عشان بعد بقى لو عاوز يكتب رقم 1 هيبعت كله 0 كله لو، وهيقولنا زي ما اتفقنا هيبعت هاي بس لقيمتين بس في الليد. وهكذا. دي طريقة تانية برضو مصفوفة اللي انت بتكتب ديجيتال وتفتح قوسين وبتبتدي تكتب المصفوفة بتاعتك بحيث ماتريكس، وبعد كده بتبعت قيمة الماتريكس دي بالدوال اللي احنا قلنا عليها. لو انا عاوز اكتب رقم 0 هيخش هو اوتوماتيك يبعت سيجنال بالترتيب ده من خلال المصفوفة 0 ومصفوفة 1 ومصفوفة 2 وهكذا. هنا بيخش لو انت عاوز تكتب رقم 1 هيتروح على ديجيتال 1 اللي هو يروح على المصفوفة ياخد منها رقم 1 اللي هي ده، فبالتالي هيبعت كل لو يبعت هاي لتولد وبالتالي هيكتب رقم 1 وهكذا. لو انت عاوز تكتب رقم 4 هيخش طبعا هنا يخش على المصفوفة رقم 4 في المصفوفة اللي هو هتبقى هنا 0 1 2 3 4 اللي هو القيمة دي، وبالشكل ده هيقدر تكتب رقم 4 وتبلك على الشاشة. فأنا الصراحة مش عاوز أتقل عليكم في شرح الكود، يعني هي الأكواد كلها متاحة معاكم دلوقتي والوايرنج كله متاح معاك. حاولوا تشتغلوا تدربوا نفسكم عليه، وانت مع التدريب هتلاقي نفسك فاهم الموضوع. ولو احتجتوا اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتس وارد عليكم ان شاء الله. وبكده اكون نهاية الحلقة بتاعتي، يا رب اكون فدتكم. ولو انت شايف ان القناة فيها هادفة يا ريت ما تبخلش علينا بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.